وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي ورئيس مركز القرن العربي للدراسات الأستاذ سعد بن عمر. مساء الخير أستاذ سعد. يوما عن يوم تتكشف فضائع جديدة حقيقة للنظام الإيراني، آخرها محاكمة 50 طالبا جامعيا بتهمة مشاركتهم في تنظيم الاحتجاجات والمسيرات الشعبية الواسعة، إضافة إلى سرقة أموال الناس، كلها مسامير جديدة تدق في نعش هذا النظام، كيف ترى ذلك؟ أرى أن هذا سبب جديد يضاف إلى أسباب التي دعت الطلبة إلى التظاهر في الشارع. الحقيقة أن التظاهرات تقف عند هذا الحد للأسباب الكثيرة التي وراء خروج هؤلاء الشباب إلى الشوارع للتعبير عن مطالبهم وسخطهم من مسألة يعني الامور الاقتصاديه التي اثكلت كواهلهم. النظام الايراني معروف انه يعني يفضل الاله الحربيه والصواريخ والات الدمار على الاهتمام بالاقتصاد الايراني الداخلي، وهو ما سعى بهذه المجموعه الشبابيه الكبيره الى التي استمرت قرابه الاسبوعين الى التظاهر في طهران وجميع المدن الايرانيه. نعم. لذلك هذا السبب مساله ان تحاكم الطلبه الذين ألقي عليهم القبض في هذه المظاهرات، تريد من ذلك يعني تشديد القبضة الحديدية على الشباب وعلى تطلعاتهم. لكن ما دام أن المشاريع الإيرانية ما تغيرت والميزانية الإيرانية موجهة يعني كثير من أبوابها إلى مسألة التصنيع ودعم الحركات في خارج إيران. نعم. فأنا أعتقد أن هناك موجات كبيرة من التظاهر ستبدو لنا في الأيام القادمة. نعم. طيب سيد سعد، يعني على الرغم من بطش النظام الإيراني، لأن أعداد المحتجين في المدن الإيرانية في ازدياد ضد سياساته وتوجهاته، يعني إلى أين باعتقادك تتجه بوصلة الأحداث؟ هناك فرصة للنظام، لكن هذه الفرصة لا تتأتى إلا بكف الأذى عن مسألة توجيه هذه الأموال إلى 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 يعني أبواب قلاقل في العالم العربي ودعم المنظمات العسكرية والميليشيائية خارج طهران. نعم. خارج إيران. لذلك ما زالت الفرصة قائمة، وأنا أتوقع الأيام القليلة القادمة مع يعني تباطؤ الاقتصاد الايراني بشكل واضح، ومع تدبير النظام الايراني لاموال الشعب الايراني وتدخلاته في الخارج، معنى ذلك هو العكس صحيح، كل ما انفقت في الخارج كل ما احتاج الداخل الى الاموال. لذلك لا تستغرب ان تخرج علينا وكالات الانباء اليوم او غدا بهذه الاحتياجات وهذه الموجات التي سرعان ما تمتد بجميع انحاء ايران، لان الحاله الاقتصاديه تقريبا في جميع محافظات ايران سيئه جدا كما لاحظنا من مطالباتهم ونقاشهم على القاده الروحيين سواء الخامنئي او رئيس الدوله. نعم. من الرياض المحلل السياسي ورئيس مركز القرن العربي للدراسات الاستاذ سعد بن عمار، شكرا جزيلا.